قبل ما نروح لمخاوف حضرتك، خلينا في اطار الطمانه والطمانينه. وعشان نطمن اكتر، احنا معانا لايف فيو من المغرب، من طنجه المغربيه، زميلنا العزيز كريم احمد اللي هيعرفنا مشكورا على كواليس بعثتنا قبل يعني انطلاق اللقاء المرتقب بساعات قليله. يا كريم، صباح الفل عليك، واهلا بيك معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليك زميلي العزيز كريم، تحياتي ليك وتحياتي لكل جمهورنا العظيم، جمهور النادي الاهلي. تتبقى ساعات بسيطه جدا، وبنتمنى ان شاء الله بمشيئه الله كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذه الانطلاقه في كاس العالم للانديه. مباراه مهمه جدا هتفتح لنا ان شاء الله باذن الله الطريق لاستكمال هذه البطوله والوصول لنقطه بعيده جدا ان شاء الله في بطوله كاس العالم للانديه المقامه هنا في المغرب. اجواء يمكن مطمئنه جدا من البدايه، استعدادات كانت على قدم وساق، تركيز كبير جدا للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني من تحضيرات من خلال التدريبات، من محاضرات فنيه، من جلسات مكثفه الحقيقه لكل لاعبي النادي الاهلي. واضح التركيز الكبير جدا، وواضح الهدف اللي محطوط طبعا من كل لاعبي النادي الاهلي، هو هدف الوصول الى اخر نقطه في هذه البطوله بالروح الكبيره جدا وبالاصرار المعهود عن لاعبي النادي الاهلي وبالمسانده الجماهيريه المعتاده اللي بيكون ليها دافع كبير جدا كالعاده لفريق النادي الاهلي. يمكن بقى نطمن كل جمهورنا على اليوم النهارده يكون ماشي ازاي، حتى موعد انطلاق المباراه، حاله اللاعبين اقدر اقول لك من لحظات بسيطه جدا انتهى طبعا وجبه الفطار الخاصه بلاعبي النادي الاهلي، على ان يكون تدريب بسيط في 11:30 صباحا. انت عارف طبعا يعني يمكن مستر كولر معتاد قبل كل مباراه بيعمل اكثر من 25 دقيقه تدريب بسيط جدا للاعبي النادي الاهلي في فندق الاقامه، نوع من انواع طبعا التاهيل الخاص والبرنامج طبعا التدريبي والتاهيلي للموضوع والخطه التدريبيه المعتاده. ومن بعدها مباشرة هيكون وجبة غداء في الرابعة عصرا، على أن يتوجه بعثة فريق النادي الأهلي إلى ملعب ابن بطوطة في تمام السادسة. كل التوقيتات طبعا اللي أنا بتكلم عليها توقيتات طنجة أو توقيتات المغرب، لكن أنت عارف 8 مساء هنا هي موعد المباراة، 8 مساء يمكن هي موعد المباراة، 9 موعد المباراة بتوقيت القاهرة. كل الأمور طيبة جدا، وجود الكابتن محمود الخطيب كالعادة يمكن بيدي طمأنينة كبيرة جدا، منتظرين جلسته البسيطة قبل توجه فريق النادي الأهلي، تحفيزه ورسائله المعتادة، لكن يعني يتبقى التوفيق. كل الأمور خلاص، الترتيبات الفنية والتحضيرات الخاصة المعتادة خلاص انتهت، يتبقى التوفيق. 90 دقيقة مهمة جدا، محتاجة بذل كل الجهد من لاعبي النادي الأهلي، المساندة الجماهيرية الحقيقة اللي وصلت لنا من الجانب الجماهيري والأشقاء المغاربة الحقيقة اللي بيحفزونا وبيطمنونا أن يكونوا متواجدين مع أيضا كمان جمهورنا العظيم، جمهور النادي الأهلي. فيا رب بمشيئة الله إن شاء الله بإذن الله كل الأجواء والطقس والمناخ والظروف، مناخ طيب جدا النهاردة الحقيقة، الشمس متواجدة، مفيش أمطار، رياح بسيطه جدا، فيا رب ان شاء الله كل الامور دي تكون في مصلحه النادي الاهلي، وتكون فرحه كبيره جدا جدا لجمهور النادي الاهلي المنتظر الانطلاقه الجيده جدا كالعاده. جميل. طيب يعني الحلو دايما في زميلنا العزيز كريم احمد ان احنا ما بنحتاجش حتى نساله، احنا بس بالكتير نصبح عليه، هو بسم الله ما شاء الله دايما جاهز بكل الاجابات على الاسئله التي لم تطرح حتى. هل حضرتك عندك اي سؤال او استفسار عايز تطمن على البعثه من خلال زميلنا كريم احمد يا كابتن فتحي؟ كريم بسال سؤال، هل هو في عندك اصابات او حاجه في الفرقه، في السكواد الرئيسي اللي هو بيفكر فيه؟ يعني كابتن فتحي طبعا انا برحب بيك في البدايه، لكن بطمنك الحمد لله يعني كان في حفاظ كبير جدا على المجموعه، يعني التحذيرات اللي كانت مهمه من لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني ان احنا نحافظ على بعض عشان تكون السكواد ولا المجموعه كلها متكامله ومشاركه في المباراه. الحمد لله ما فيش اي حد بيشعر بشيء، ومفيش اجهاد، مفيش اي حاجه، بنتمنى ان شاء الله باذن الله حتى وصلنا الى ملعب المباراه. انت عارف ممكن تكون بعض الظروف كل الامور بتكون طيبه، لكن ممكن تفاجئ باي شيء يشكي بيه لاعب في غرفه الملابس او قبل الانطلاق طبعا الاحماء، لكن بطمنك بشكل عام بطمن كل جمهورنا، لعيبتنا جاهزه بشكل كبير جدا، حافظت على نفسها خلال الايام الماضيه، يا رب ان شاء الله تكلل بالنجاح بمشيئه الله، وتكون نقطه مهمه وبدايه مهمه جدا لفريق النادي الاهلي ان شاء الله. الحاله المعنويه بقى تبقى للي انت شايفه ولمسه بنفسك يا كريم عامله ازاي؟ وطبعا لازم يعني نقف شويه عند حسن استقبال حبايبنا واخواتنا في المملكه المغربيه لبعثه النادي الاهلي، استقبال يعني الابطال واستقبال الفاتحين دايما الحقيقه، فبرضو عايزين نشوف الصوره من زاويتك انت. بالتاكيد طبعا زميلي كريم، يعني لو بكلمك على الروح المعنويه وحاله تركيز لاعبي النادي الاهلي، انت عارف الوعي الكبير والخبرات المتواجده الموجوده طبعا في فريق النادي الاهلي بتدينا اشاره ان التركيز كبير جدا. الحاله المعنويه بتشوفها في التدريبات، الكل بيركز، الكل بيتكلم، الكل عنده هدف وحيد هو انطلاقه هذه المباراه تكون من نصيب النادي الاهلي اداء ونتيجه. ويمكن ده الامر ده اللي بنتمناه ان شاء الله، تكون التحضيرات كلها من مستر كولر، تقسيم المباراه، راجل وزع عامل سيناريوهات عديده جدا مع لاعبي النادي الاهلي، السكواد اللي قاعد على الدكه. ويمكن
في نقطة مهمة كمان، اللي موجود في القائمة طبعا لابد يكون بيأدي كالعادة بشكل كبير جدا، واللي خارج القائمة لابد يكون موجود بقلبه وروحه الكبيرة جدا وتحفيزه مع لعيب النادي الأهلي، وده اللي معتاد الحقيقة من لاعبتنا، اللي موجود بيسد واللي قاعد بره كعادته طبعا بيدعي اللي موجود في الملعب، بيحاول ان هو يحفزه، بيحاول ان هو يطمنه، دي الأمور دي بتطمن بشكل كبير، وربنا بيوفق اما بتكون الأمور ماشية بهذا الشكل. على الجانب الآخر الحقيقة الاستقبال والتنظيم والجانب الأمني الحقيقة اللي بيقوم بدور كبير جدا، يعني هنا في المغرب التحركات التنقلات، مجرد ان احنا بنتحرك في الشوارع من فندق الاقامه للتدريبات بتلاقي علامات النصر بالجمهور المغربي طبعا بيشاور ليه لاعبي النادي الاهلي، الكل بيطمننا، الكل بيقول ان احنا هنكون متواجدين في ملعب ابن بطوطه لمؤازره فريق النادي الاهلي، فيمكن الحقيقه بنوجه لهم كل الشكر والتقدير، وبنتمنى لهم كمان نجاح البطوله على هذا التنظيم الرائع، يمكن لسه البدايه هتكون النهارده، لكن ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين بالنسبه للجانب المغربي للتنظيم والاداري على نجاح كاس العالم الانديه المقام هنا في المغرب. ان شاء الله اكيد بنتمنى لهم كل النجاح والتوفيق بنفس القدر اللي بنتمنى فيه لفريقنا ان شاء الله هو الاخر النجاح والتوفيق. كل الشكر ليك زميلنا العزيز كريم احمد من مقر اقامه بعثه النادي الاهلي في مدينه طنجه المغربيه، شكرا جزيلا ليك.